أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في القاهرة مؤتمرا صحفيا بعنوان أعياد بلا أجور عمال ضد قطع الأرزاق لمناقشة قضية قطع أجور العمال واستمرار إغلاق المصانع إضافة إلى تعرض بعض العمال للفصل التعسفي. المؤتمر حضره عمال من عدة شركات مثل مصر إيران وسيراميكا روك ومستشفى فلسطين وحقوقيون. نشاهد التقرير التالي. عيد الأضحى أصبح على الأبواب، لكنه لا يأتي بالخير لبعض عمال مصر. فعمال عدد من الشركات والمصانع يعيشون عيدا دون أجور بعد امتناع شركاتهم عن صرف رواتبهم لشهور، إضافة لتعرضهم لخطر الفصل التعسفي أو التشريد، كما قال حقوقيون وعمال في مؤتمر للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. احنا جمعنا عدد من الشركات اللي في عندها مشكلة في قبض الأجور قبل العيد، يعني عندها مشكلة في الفصل بعد العيد. يعني مثلا شركة سيراميكا روك بقاله 3 شهور بيديهم المرتب الأساسي بس لأنه مقدم على طلب إغلاق جزئي، عايز يسرح نص العمال لأنه مش قادر على الرواتب ومش قادر يدفع مصاريف المرافق وبالتحديد الغاز. فالعمال دول رغم ان هم بياخدوا الأجر الثابت اسمهم بيقبضوا يعني، لكن هذا أجر ثابت مش الأجر بالحوافز، وما بياخدوهوش غير لما بيقفوا يتظاهروا ويضربوا ويروحوا عند المحافظة ويقلبوا الدنيا، يقوموا يديهم المرتب مش أول الشهر، على يوم 10 يوم 15 يوم 18 حسب الظروف. وبحسب أحد المحامين في المركز، فإن هناك تشريعات من القانون المصري تنحاز بشكل واضح لصاحب العمل على حساب العامل، خاصة فيما يتعلق بمدة تقادم المستحقات العمالية عن الأرباح. أهم مشكلة أصلا بتواجه العمال هي الفلسفة التشريعية اللي تم بناء عليها إصدار التشريع، يعني سواء قانون العمل 12 لسنة 2003 أو قانون 18 لسنة 2015 بتاع العاملين المدنيين في الدولة، للأسف ما بيتبناش البعد الاجتماعي للعلاقة لعلاقة العمل أو للعلاقة الوظيفية بين الموظف وبين الحكومة أو بين العامل وبين صاحب العمل. لا يوفر حماية قانونية، لا يضمن أصلا النص نفسه، لا يضمن تنفيذه بالنسبة لقانون العمل، حتى لما يجي يعاقب صاحب العمل على مخالفته للقانون بيحط عقوبات زهيدة ممكن توصل ل 500 جنيه كغرامة بتاع الامتناع عن دفع أجر العمال. عايز أوصل رسالة إن احنا عائلاتنا وأسرنا اتدمرت، مش لاقيين حد يسأل عننا. عايز أقول للعالم كله بصوا لينا كده، بصوا لعمالة مصر اللي هي أكفأ وأمهر عمالة على مستوى العالم، بصوا على الطاقة البشرية اللي في مصر بتتعمل فيها إيه من أهل بلدها. الفصل من العمل وانقطاع الأجور أمران يهددان قطاعا واسعا من العمال في مصر، إضافة إلى أن تحايل بعض الشركات على قوانين الضرائب والتأمينات يضاعف من معاناة العامل الذي ينقطع عنه راتبه ولا يحصل على معاش أو تأمينات في حال رغب في التوقف عن العمل. ومعي في الاستوديو في هذه الفقرة الزميلة ياسمين دنانة الصحفية في التلفزيون العربي وستشاركني في هذه الفقرة، وأيضا معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد علاء عبد التواب المحامي ومدير الوحدة القانونية في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. سيد علاء، يعني نبدأ معك حول هذه المشاكل، بالتالي نتساءل هذه المشاكل التي تواجه عمال مصر في حالة وقوع الخلاف أو انتقاص لحقوقهم من رب العمل، ماذا يمكن أن يواجهون؟ طيب تحياتي لحضرتك في الأول والسادة المشاهدين. أنا عايز أرجع بحضرتك بس لمدة 4 سنين ورا، من 2011 من ساعة ما قامت ثورة يناير وما تتبعها من موجات ثورية مختلفة. للأسف لم يصدر أي تشريع حقيقي يخدم العدالة الاجتماعية. للأسف إحنا مشكلتنا في الفلسفة التشريعية اللي تصدر من السلطة التشريعية الحالية اللي هي الاستثنائية في غيبة البرلمان. عايزين قانون عمل، لازم يكون فيه قانون عمل جديد. يعني مصر فعلا تحتاج إلى حزمة من التشريعات الاجتماعية، وما ينفعش إن أنت تصدر تشريع على حساب تشريع تاني. البنية التشريعية كلها مرتبطة ببعض، احنا محتاجين حزمة تشريع اجتماعية، واهم تشريع في التشريعات الاجتماعية هو قانون العمل. احنا عندنا في مصر يعني اهم قانونين، قانون 18 لسنة 2015 ده بيخاطب العاملين المدنيين بالدولة، وهو اسمه قانون الخدمة المدنية، وده يمكن ليه صدى بعد ما صدر شهر 3 اللي فات. يمكن سمعنا العديد من الاحتجاجات والنقابات المهنية والعديد من الموظفين اللي بيطالبوا بإلغاء هذا القانون أو بوقف سريانه، لأن فعلا بيظلم الموظف بطريقة فجة.
وعندنا قانون العمل 12 لسنة 2003 ده بيقاطب 27 مليون عامل مصري. طيب سيد علاء، يعني اسمح لي أيضا أن أفسح المجال لزميلتي ياسمين دينانا الصحفية في أسرة البرنامج وأيضا في التلفزيون العربي، ستسألك أيضا بعض الأسئلة حول هذا الموضوع المثير. تفضلي. خليني في الأول أستاذ علاء أن أنا أسأل حضرتك عن عدد الموظفين أو العمال المتضررين من أزمة أعياد بلا أجور دلوقتي، يعني دلوقتي العيد داخل علينا في خلال يومين هم ما عندهمش أجور، العدد قد إيه؟ احنا صعب ان احنا نحط عدد دقيق ومحدد، لان مش كل عامل عنده مشكله بيلجأ للقضاء، مش كل عامل عنده مشكله بيلجأ للمراكز الحقوقيه. ولكن ما تم حصره الى الان في الشركات اللي انتم ذكرتوها، ما تم حصره الى الان كم عددهم تقريبا؟ اكتر من مليون عامل، ومش عايز اكون ببالغ وانا بحدد الرقم ده، لان انا رافض فكره التحديد. في عمال مصانع كثيره جدا 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 متضررين وبيعانوا بقالهم اكثر من سنتين، وبيعانوا بقالهم اكثر يعني من بعد 30/6 بيعانوا كثير جدا. طيب بشكل محدد في المؤتمر انتوا ذكرتوا الثلاث شركات بعينهم، الثلاث شركات دول هل عندنا عدد للناس اللي اتضرروا؟ احنا في المؤتمر امبارح كان عندنا ممثلين لاربع شركات، ومش هي دي كل مشاكل الشركات الموجوده، بس ده اللي احنا قدرنا نتواصل معاهم، ودول اللي كانوا حابين ان هم يوصلوا صوتهم. بس في شركات كثيره جدا جدا متضرره من الاجور، ودايما دايما للاسف المستثمر بيبقى فاكر ان هو يعني لما يجي يبدا يعمل نشاط بيبقى فاكر ان هو يعني ممكن يكسب، وفي اي وقت حابب يقفل النشاط ده مفيش حد بيكلمه. لا طبعا، القانون حدد بعض الضوابط وبعض القواعد لغلق المنشأة. مش أي مستثمر أو مش أي صاحب منشأة من حقه في أي وقت إن هو يعمل إغلاق للمنشأة، لأن الإغلاق بتاع المنشأة ده بيعتبر يعني إصدار شهادة وفاة للمنشأة. تمام؟ فهو مرتبط بالناس اللي شغالة معاه. خليني أرجع لحضرتك النقطة، حضرتك بتقول إن في قوانين لكن القوانين مش بتنفذ، بس أنتوا بتطالبوا بقوانين، هل المشكلة في القانون ولا المشكلة في تنفيذ القانون؟ المشكلة في الاثنين يا فندم. انت علشان تضمني تنفيذ واحترام القانون لازم القانون نفسه يكون بيتضمن عقوبات رادعة تضمن تنفيذه. انا ازاي هطالب رب العمل وهطالب العامل ان هو يحترم قانون العمل وهو اصلا ما فيهوش عقوبات؟ انا بتكلم على عقوبات ممكن توصل ل 500 جنيه، يعني عقوبة الامتناع عن دفع اجر العامل عقوبتها في القانون 500 جنيه. طب شوف انت اجر العامل ممكن يكون قد ايه؟ يعني غالبا بيكون بيتعدى الرقم ده بمراحل. طب بما انك انت حضرتك ذكرت موضوع اجر العامل، دلوقتي شركه الغزل والنسيج، شركه مصر ايران، صرحت النهارده القوى العامله ان هي هتطلع للعاملين بيها زي اجر استثنائي، لكن بقيه الشركات ما حصلهاش اي حاجه، هل في حاجه بتحصل مع بقيه الشركات ولا الموضوع واقف عند شركه مصر ايران؟ للاسف القوى العامله لا تملك ان هي تطلع اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده. صندوق الطوارئ في القوى العامله بيطلع نسبة معينة من الأجر الأساسي، وغالبا يعني ما بيكونش الصرف ده مستمر، غالبا بيكون لمدة 6 شهور فقط. فصندوق الطوارئ بتاع القوى العاملة مش هو اللي هيقدر يحل مشاكل العمال كلها، لازم يبقى فيه فلسفة الشرعية تتبنى مواجهة رب العمل إذا هو اعتدى على حقوق العمال. احنا بنتكلم في أجر، الأجر لا يمثل العامل فقط، الأجر يمثل أسرة العامل بالكامل من زوجة وأطفال. الأجر هو العمود الفقري لعلاقة العمل، فإزاي أنا يعني عن طريق التشريع ما احطش نصوص تضمن احترام هذا الاجر؟ خلينا نامل انه الفتره اللي جايه يبقى في قوانين تضمن حق العامل، والعيد يعدي على خير ويعرفوا يعيدوا بخير. شكرا جدا الاستاذ علاء عبد التواب، انا اسفه، مدير الوحده القانونيه بالمركز المصري للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. إذن مشاهدينا الكرام، معكم في هذه الفقرة، أيضا لدينا فقرة أخرى في برنامج بتوقيت مصر تحت عنوان عام على تويتر. كتب السفير البريطاني في مصر جون كيسن مقالا في جريدة الشروق يتحدث فيه عما تعلمه من تواصله مع المصريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. تحدث كيسن في مقاله المطول عن الدروس التي تعلمها عن مصر والمصريين وما يرغبون في تحقيقه في بلادهم عن طريق تواصله معهم، واختتم مقاله قائلا إن
دور الدبلوماسي هو الربط بين الشعوب، وإن كان هذا يتم في السابق عن طريق البيانات وحفلات العشاء، فإن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مكانا جديدا لمحاولة تحقيق هذا الربط. يذكر أن كيسن اشتهر بكتابة تعليقات بالعامية المصرية، إضافة لإثارته للجدل أكثر من مرة بسبب تعليقاته على أحداث سياسية أو اجتماعية في البلاد. إذن يعني ياسمين، ما أهم ما جاء في مقال السفير البريطاني في جريدة الشروق؟ هو جون كيسن من في الفترة اللي فاتت كان من الشخصيات المثيرة للجدل جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، مش بس عشان تصريحاته عليها، تصريحاته اللي كان بيقولها للصحفيين واللي كان بيرددها تاني رغم ان هي اثارت جدل، كان بيرددها تاني على مواقع التواصل الاجتماعي. من ساعه ما جه في السنه اللي فاتت هو عين فريق عمل اعلامي جيد جدا، ما يعني معظمهم من الشباب المصريين، فده تلاقيه انعكس جدا على كلامه، على طريقه تواصله، يعني بياخد سيلفي مع كل الناس، بينزل يجري مع الناس في الشارع. في المقاله استطرد بقى وقال هو ايه سبب اللي خلاه يخش على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما يجي في المقاله قال، حكى قصته مع مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ان هو قبل ما يجي مصر قعد مع دبلوماسي مصري سابق، وانه قال له احسن لك تبعد عن فيسبوك وتويتر لان دول بيجيبوا مشاكل للناس. فكشاب قرر ان هو يعاند الراجل الكبير وقال طب انا هجرب، انا هاخد التجربه. خد التجربه وقال ان هو طلع بثلاث دروس مستفاده. الدروس المستفاده اولها كان ان هو بقى عارف اكتر ان المصريين مش زي الصوره النمطيه، ان احنا ناس شرقيين جدا وان احنا ناس محافظين جدا. بالعكس، هو اكتشف ان احنا كمصريين لازم يبقى في حوار بين الثقافات عشان يتعرفوا على بعض الاوروبيين والمصريين. من الدروس المستفاده كمان اللي هو قالها انه قال انه احنا محتاجين ان احنا نثق في الشعب المصري، حاجه احنا ما بنسمعهاش عاده من الدبلوماسيين خالص. وقال كمان جمله اثارت اعجابي بصراحه، ان هو قال انه مر الزمن اللي كان فيه بيتم تحديد مصير هذا الإقليم من لندن أو باريس أو واشنطن أو موسكو. طيب، وإن دلوقتي مصيرنا كله في يد المصريين. طيب، هو نجح في يعني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشاب المصري؟ بشكل كبير لأن هو مش بس بيتكلم، الحوار مش بس عن طريق واحد، الحوار متواصل. فمثلا هو دخل اتكلم عن ان هو نزل وتصور بيتكلم عن المانجا والكنافة بالمانجا ولا الكنافة بالكريمة، نزل اتصور وهو بياكل غزل بنات، حاجة مصرية جدا. فأكيد وصل، أكيد نجح، ولكنه أثار جدل كبير. شكرا جزيلا لك ياسمين دينانا الصحفية ضمن أسرة عمل البرنامج، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو اليوم. ضمن سلسلة الرزق على الله يحدثنا عم عبد المنعم ساق الحنطور عن حياته والمصاعب التي تواجهه مع تراجع استخدام المصريين والسياح للحنطور. وبهذا التقرير نأتي إلى ختام حلقتنا، فإلى اللقاء. في زمن السرعة والزحام أصبح الحنطور مظهرا سياحيا للترفيه ليس إلا، فالمهنة التي ظهرت منذ أكثر من قرن أصبحت اليوم مهددة بالانقراض بسبب ظروف الحياة في مصر. أنا اسمي عبد المنعم، عبد المنعم حسن مرسي، من وأنا عندي 25 سنة بشتغل الشغلة دي. ووسط زحام المدينة تكاد تختفي أصوات ضربات حوافر الخيل التي لطالما كانت جزءا من سيمفونية السياحة على ضفاف نهر النيل. الشغلة دي احنا بنشتغلها قبل ايام كانت هي مواصلات الحنطور، كانت هي بدل التاكسي يعني، ولنا دلوقتي بنشتغل على الله. عم عبد المنعم لا يزال يحافظ على مهنته التي قضى عمره يعمل فيها، ولكنه يحلم ببعض الاهتمام من الدولة حتى لا تدفعه الظروف إلى التخلي عن مهنته. حتى المراكب شالوها من على البحر اللي احنا كنا بنسترزق منها، ومفيش يعني مفيش دخل للأولاد، وعندي 6 أحفاد، أدخلهم دخل منين؟ مش دخل لي دخل خالص، وعمال أسلف عشان أأكله. يبدو أن تاريخ الحنطور العريق قد لا يشفع له في المستقبل،
فبين قرارات منع سير عربات الحنطور في بعض المحافظات من ناحية ومضايقات الشرطة من ناحية أخرى، تقف العربات المزينة بانتظار الرزق.